أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن الغافلين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قل الأنفال لله
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا يسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله What?
الذين إذا ذكروا في رحاب القرآن آيات مبينات من الذكر الحكيم تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة أستاذنا القارئ الشيخ عبد الوهاب زكي وعبده القارئ والمعرض بجمهورية مصر العربية
والقارئ بالعالم العربي والإسلامي والمقيم والمعروف بقرية الحدين التابعة لمركز مدينة قوم حمادة وكل من جانب العزاء فكان سعيد مشكور وذنبه مغفور والسلام عليكم ورحمة الله.